بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. اقترب العد التنازلي لمباراة المصير، مباراة فارقة الحقيقة بالنسبة لكرة القدم المصرية. حلم المونديال بالتأكيد لا يغيب عن أذهان وقلوب وعقول جماهير كرة القدم المصرية بخلاف انتماءاتها، بمختلف انتماءاتها. أكثر من 100 مليون مشجع مصري هيلتفوا يوم الجمعة القادم الساعة 9:30 بالليل حول المنتخب المصري لكرة القدم. الناس كلها هتقعد تستنى إيه اللي هيحصل يوم الجمعة. الناس كلها من النهاردة الحقيقة أنا شايف إن في شدة حلوة. الحاجات دي أنا يعني اللي لعب كرة قبل كده يحس بمثل هذه الأمور. اللي أنا سامعه وشايفه في الشارع النهاردة طول النهار الواحد بيلف، يعني انا جبت مصر من او القاهره من اولها لاخرها تقريبا النهارده، كان عندي مشاوير كتيره جدا. كل المشاوير اللي انا رحتها شايف ان في شده حلوه. الشده او الاحساس او الفايبس اللي طالع من الشارع المصري كله تفاؤل. كله بينتظر يوم الجمعه. الناس بتتكلم مع بعض، هنروح اللي هيروح الماتش يقول لك هنروح الماتش امتى؟ ازاي؟ التذاكر فين؟ هنعمل الفان اي دي فين؟ بتذكرتي بتعمل ايه؟ كذا الدنيا. اللي مش هيروح الماتش طيب هنقعد في بيت مين؟ هنتفرج على الماتش فين؟ عايزين نبقى قاعدين كلنا مع بعض عشان نشجع، علشان ربنا يكرمنا، عشان بعد الماتش لو ربنا كرمنا نطلع نلف في البلد ونشوف الدنيا ونفرح ببلدنا ونفرح بمنتخبنا. على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي بتمر بيها وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين، ولكن في النهاية المنتخب ده شيء مختلف، الأمور ماشية بشكل مختلف وبشكل غير الطبيعي. بقول لحضراتكم في فايبس كده أو يعني ذبذبات بتطلع بتحسسك بالتفاؤل من مشيتك في الشارع، من نظرتك للناس. هتقول لي يا عم إيه اللي أنت بتقوله؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام، والله يا جماعة صدقوني الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده حضرتك بتحسه. لما تيجي انت راكب ميكروباص وقاعد جنب صاحبك وبتقول له، هتلاقيه بيتكلم، او واحد ما تعرفوش هتلاقيه بيكلمك يا ترى بكره او يوم الجمعه كيروش هيلعب ازاي. 100% هتتكلموا في كده لو فتحتوا اي موضوع. لو انت راكب عربيتك وواقف في اشاره طويله شويه وفتحت العربيه واتكلمت مع اللي جنبك هتتكلموا عن المنتخب. الكل في الاخر احنا كلنا مصريين، كلنا بنحب بلدنا، مفيش حاجه اسمها تعصب، مفيش حاجه اسمها اهلاوي، مفيش حاجه اسمها زملكاوي امام البلد، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. امام البلد وامام منتخب مصر مفيش حاجه اسمها الكلام ده، كله حاطط ايده في ايد بعض وكلنا بننسى انتماءاتنا، كلنا ما بنفكرش غير في حاجه واحده. ازاي ان شاء الله ندعم ونساند؟ ده دورنا، ده دور الجمهور المصري، ده دور ال 100 مليون. بلاش نسميها مباراة ثأرية أو مباراة رد الاعتبار عشان خسرنا يعني نهائي بطولة الأمم الأفريقية في فبراير الماضي. كل الكلام ده بيزود من الضغوط اللي على اللاعبين والجهاز الفني. سيبك من إن هي مباراة ثأرية وكذا، الكلام ده كله كلام بيزود الضغط، ولكن هي 90 دقيقة أو 180 دقيقة، أنا بشوفها 180 دقيقة. 90 دقيقة يوم الجمعة اللي جاية، يوم الجمعة اللي جاية هي بداية الساعة 9:30 هنبدأ المباراة، هنساند لاعبتنا من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11:30 وهنفضل وراهم وفي ظهرهم في كل حاجة. لا بديل عن إن احنا نفضل ندعم ونساند منتخبنا. إيه اللي هيحصل في المباراة؟ هنكسب؟ الله أعلم، لا قدر الله حصل حاجة تانية هندعم ونساند لغاية يوم الثلاث اللي بعده، محدش عارف كرة القدم فيها إيه. كلنا ثقة في رجالتنا، عارفين إنهم يقدروا يكسبوا افضل منتخب في افريقيا.